حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير، اليوم ضيفي بالاستوديو الصحافي الزميل غسان سعود. صباح الخير. اهلا فيك ويعطيك العافية. يعني امبارح حققنا الترسيم، تحقق هذا الانجاز. اليوم بدنا نحكي عن ما بعد الترسيم، بدنا نحكي عن كيف تحقق هذا الانجاز، لانه في مقال اخذ ضجه كثيره لك بصحيفه الاخبار، عم تحكي عن جبران باسيل، عن ميشيل عون وعن حزب الله. عم تحكي عن طموح جبران باسيل، مراسيم ميشيل عون وصولا الى الترسيم، وقوه حزب الله يلي دفعت بهذا الاتجاه. خليني افصل اذا بدك نبلش طبعا. بلش من المقال. اول شيء هيدي الثروه مثل ما عم بيقولوا على السوشيال ميديا هني عن سؤالي وعن تمسخر انه هيدي الثروه حطها جبران باسيل بالبحر. نعم، هذه الثروه موجوده بالبحر طبعا من الاف سنين، وكان لبنان الرسمي بيعرف فيها بالحد الادنى من السبعينات، ويمكن من ايام الرئيس كميل شمعون، وما حدا اجى قال انا بدي احطها براسي وانا بدي طلعها غير جبران باسيل. بتحبوه ما بتحبوه، شو رايكم فيه؟ في واحد بس كان سمير جعجع عم بنطنط المقدمات التلفزيونات، مدري شو عم يحكوا، كل هيدا الهبل اللي نحن عايشينه. كان هو عايش 10 سنين عم بيقول انا بدي روح طلع الغاز. شو يعني بدي روح طلع الغاز؟ يعني كان عم يعمل قوانين، كان عم يعمل كل المعاهدات اللازمه، كان عم يجتمع مع كل الشركات الفرنسيه والايطاليه والالمانيه والنرويجيه، وكان عم بيشوف التجربه النرويجيه كيف طلعوا غازاتهم، كيف عملوا صندوق سياده، والتجربه السويديه، وكل هيدا 10 سنين كان هالكنا مؤتمرات صحفيه عم يحكي عن الغاز بوقت كل اللبنانيين عم يحكوا اخبار تاني. هذا الحق تبع لبنان باستخراج ثروته كحق اجت كرسته وزاره الطاقه بعهد جبران باسيل. هون بهذا الشق هذا، لولا جبران باسيل نحن اليوم ما عم نحتفل. اللي عمل هذا الشيء اللي حطه على الطريق لملف الغاز اسمه جبران باسيل. بدي ارجع اقول شو ما كان رايكم فيه، هيدي فاكت، هيدي ما فيكم تجوا تقولوا ايه ولا وغسان عم ببخر ومدري مين شو عم يعمل، هيدي حقيقه، هي الحقيقه براس اللبنان تكون واضحه. هيدا الشيء شيلوا حطه على الطاوله اسمه جبران باسيل بوزاره الطاقه. ولما كان التيار، وانا من يلي كثير ناقشت، خي شو بعد بدكم بوزاره الطاقه؟ لشو بدكم وزارة الطاقة طالما كل هالناس ما فرقاني معهم فرص العمل، ما فرقاني معهم الصناعة، ما فرقاني معهم السياحة والاستشفاء والتعليم، ما فرقاني معهم ولا شيء إلا قصة الكهرباء. ليش أنت يا جبران متمسك بالكهرباء؟ لأنك يعني مثل ما بتقول بالمقال بده طاقة، مش موضوع كهرباء. قصة وزارة الطاقة هي للطاقة، هي للنفط وليست للكهرباء. هذا اللي كان الطموح والشغل ما بعرف شو. لكن إجا جبران باسيل، وزارة الطاقة عملت كل اللي لازم ينعمل، خلصته. حولته على مجلس الوزراء، كان رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي. لوطع سنة ونص ما مضي المراسيم أبدا، ما بيمضي المراسيم، بيضل يأجل سنة ونص، راح من عمر اللبنانيين لحين انتخاب الرئيس عون رئيس. يوم انتخاب الرئيس عون رئيس كان في كتير تحديات، كان في كتير إشياء في يعمل الرئيس عون رئيس. عون إجا قال أنا أول ملف بدي إياه وبدي مرقه دون فيتو هو توقيع مراسيم النفط. وهذا الشيء اللي صار بأول جلسة لحكومة بعهد للرئيس. اللبناني لازم يعرف هلأ عروة كتير، لو مراسيم النفط اجت شركة توتال نقبت، خلوها تنقب وتكفي شغلها، انت يا لبناني ما راحوا عليك مصرياتك بالبنوكي. نحن ما مرقنا بأزمة اقتصادية، نحن لو نقبنا في توقيت التنقيب بالتوقيت المناسب، لو تم الشغل، نحن تجاوزنا أزمتنا الاقتصادية بشكل كامل. ما مرقنا بالوقعة اللي نحن وقعناها، نحن وقعنا هذه الوقعة لأنه في حدا منع شركة توتال من التنقيب. إذا أنت اليوم كلبناني بكامل عقلك، عندك عقل براسك، ما عندك فراغ بيعبوا لك إيه كل واحد شو ما بده على تويتر، إذا عندك عقل براسك، هذا العقل بيقول لك لو نحن نقبنا عن الغاز، نحن اليوم ما مرقنا بأزمة اقتصادية. منعوا شركة توتال من التنقيب على الغاز مش ميشيل عون، ميشيل عون عمل معركة شركة توتال تنقب عن الغاز حتى أنت ما تنهار اقتصاديا. في واحد منع شركة توتال، هيدا اللي منع شركة توتال هو الفواتك بالحيط، هو اللي خلى الانهيار الاقتصادي الكبير يصير. لكن إجا الرئيس عون عمل مراسيم النفط، نحن صار عندنا حق مكرس، هذا الحق ما فيك تاخده إذا ما عندك قوة. القوة كانت هي بقوة حزب الله، بأنه نحن، لأنه كمان أنا هون بدي أقول لك معلومة هلا، نحن مخلصين ترسيم من 6 شباط 2022. ومن 6 شباط 2022 روحوا اسألوا أصحابكم الأمريكان من التقى جبران باسيل ومن اتصل بجبران باسيل ب6 شباط 2022. من؟ لا خلوهم يسألوا. لا ضل ما عندك المعلومة. من؟ أبدا، هن عندهم أصحابهم بالسفارة وأصحابهم مخبرينهم إنه هن بيحبوهم وجبران باسيل بدهم يعملوا يسووا فيه. خلوهم يسألوا أصحابهم شو صار ب6 شباط، ب5 شباط وب6 شباط.
جبران بيصير مع مين حكي يومتها؟ مين حكي من الإدارة الأمريكية مع جبران؟ بيومتها نحن اتفقنا على قانا مقابل كريش. إجا الأمريكي أخذ، لكن أنا عندي حق أخده بالمراسيم، صار عندنا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هذا كله وصولا إلى التفاوض. جينا اتفقنا على قانا مقابل كريش، أخذ الأمريكي، نحن كنا متفقين إنه بيطلع بسبعة شباط بيقول نحن اتفقنا، بياخذ هول المراسيم بيضبهم بالجارور، بيضبهم بالجارور، يا إسرائيل كفي شغليك منيح، هول ما فيهم يطلعوا غازيتهم خلاص، من لو طيع منطير المباحثات. طيب اجت المسيرات واجا هوكشتاين بوقتها، وهيدي الضحكه الشهيره كان مقابل كريش اخذ بالضحك كل هيدا الشيء العجني. اجت المسيرات من بعد هيدا الشيء قوه لبنان لتقول لا نحن اذا انتم بدكم تنقبوا نحن بدنا ننقب. تم تطوير من كان مقابل كريش الى تنقيب في كريش مقابل تنقيب في كارا. يعني نحن ما عم نعمل اتفاقية ترسيم اليوم، نحن عم نعمل اتفاقية تنقيب بتفاصيل الاتفاقية، هي مش ترسيم هي تنقيب، هي نحن مننقب بهذه المنطقة وانتو بتنقبوا بهذه المنطقة، وتنقيبكم مربوط بتنقيبنا. لهيك قبل الاتفاق اجي مدير شركة توتال تيقول نحن راجعين على الشغل، نحن خصصنا الموازنة الخاصة بالشغل بلبنان، نحن حنرجع على الشغل بلبنان. لكن هذا الحق الذي تم تكريسه عبر الدولة اللبنانية من وزارة الطاقة إلى الرئيس عون بمجلس الوزراء، هذا حق، هذا الحق ما كان ليؤخذ لولا القوة. بالمقالة أنا بشير للرئيس عون بيقول أمام جبران باسيل وعدد من الناس أنه نحن أمام فرصة تاريخية للانتهاء من المقولة اللعني مثل ما هو قال، قوة لبنان بضعفه، قوة لبنان في ضعفه. وبيقول انه الامريكا والسائل ما بيفهموا الا بمنطق القوة، نعم، وان الحق وحده لا يكفي، لابد ان نكون اصحاب حق واقوياء اقوياء لنحقق الطموح. اوكي ليك جورج، هون الاساس كتير بهذه المعادلة يلي رجع قال الرئيس عون، نحن اليوم عندنا فرصة تنقول قوة لبنان في قوته. نحن اجوا تيقلوا لنا اذا بده يكون في رئيس قوي لبنان ضعيف، اذا بده يكون في لبنان قوي بمقاومته بالسلطة، هذه الثنائية تبعت ميشيل عون وحزب الله يكونوا هني القوية اليوم، لبنان قوي بالسلطة انتو ضعاف وانتم مبهدلين وما في ازدهار وما في كهرباء وفي أزمة اقتصادية وفي نحن عم نقول لهم اليوم هذا لبنان القوي قادر يكون قوي ومزدهر اقتصاديا وهيك وهيك وهيك. انا قبل ما نروح بالسياق تاخد مداك بالاسئلة بدي اقول للناس ما تحتفلوا، نحن اليوم نص احتفال، نحن اليوم انهينا نص معركة، في معركة تانية. شو هو نحن اليوم التاني؟ نحن اليوم اخذنا حقنا بالتنقيب عن الغاز، بكرة المتضررين حيرجعوا يلعبوا تظاهرات، حركة مجلس النواب في بدء دعوات لتظاهرات ب17/20 لأنه معتبرين الاتفاق هو اتفاق عار وإذعان وإلى ما هنالك، تظاهرات، حركات بالشارع، تمويل يمين شمال. هل في كتير دول بتقبل بلبنان دولة نفطية؟ أنا بقول لك لا. هل لبنان القوي مسمح له يكون مزدهر؟ لا. هل لبنان برئاسة ميشيل عون بالتحالف مع حزب الله قادر يكون مزدهر؟ هذا التحدي اللي نحن رايحين لإله. نحن اليوم انهينا معركة، في معركة تانية اسمها استخراج الغاز. وأنا هون دغري بدي أقول لك، شركة توتال اليوم عندها عقد بمدة زمنية، خلال هذا العقد توتال نقبت أهلا وسهلا، توتال ما نقبت سيكون هناك شركة لبنانية بمعدات إيرانية أو روسية أو من أي دولة بالعالم أو هندية، وهذه الشركة اللبنانية حتنقب عن الغاز. هذا على كل حال هذا جملات دعا على تأسيس الشركة الوطنية للنفط والغاز. هلا وليد شملاط بالغاز امبارح كان في تويت واضحه له بهذا المجال، بس اللي عم تحكي انه بادوات ايرانيه وادوات روسيه وادوات هنديه، يعني اذا توتال ما نقبت او ما بلشت العمليه. انا عم اقول اليوم نحن اليوم خلصنا معركه، هذه معركه اساسيه ومهمه، في معركه ثانيه اسمها التنقيب. المعركه الثانيه اسمها التنقيب بدها اراده سياسيه، بدها رئيس غير خاضع وغير مزعن وغير مثل الاسامي المطروحه، رئيس قادر يواجه ويقول انا بدي نقب عن الغاز، مثل الشيء اللي عمله جبران باسيل لما كان وزير طاقه، يجي رئيس من هذا النوع يقول انا بدي نقب عن الغاز ما بدي استسلم، ويروح يقول كيف بدنا نطلع هذه الثروه اللي بالبحر. وهون هول هلا اللبنانيه المبسوطين، بدكم ازدهار بدكم غاز، بدكم غاز بدكم رجال، ما بدكم نق على التلفزيونات وتفلسف والهبل يلي عم تنهبلوه، بدكم تطلعوا من ازمتكم الاقتصاديه، وقفوا
تلييك وتزقيف واخذ مشاعر وتقبلوا بكل اللي يلحقكم. بدكم غاز، روحوا اعملوا المعركه بتخليكم تطلعوا الغاز، روحوا فتشوا مين القادر يقول انا بدي طلع غاز، وقولوا نحن معه لهيدا الزلمه. يعني عم تحكي عن الرئيس المقبل يلي هو سيقود العمليه. نعم. عمليه نعم نعم نعم. نحن اليوم التنقيب. نعم نحن اليوم انهينا المرحله بس المقبله. بس عم تحكي كنت عن المرحله المقبله غسان سعود، كنت عم بتقول وقلنا عن المظاهرات وعن الاموال يلي ستدفع والى ما هنالك، كله بسبيل ان يكون لبنان ضعيف. نعم. بالمرحلة الآتية فلا يستفيد من الاتفاق اللي صار ولا يتمكن من التنقيب. هذا اللي بدك تقوله. هذا اللي بدي أقوله بوضوح أكتر. بدي أقول بكرة اللي بعيط لكم على الشارع اللي بتشوفوه عم يتسعدن مدري وين، هيدا كله هدفه أنتو ما تروحوا تنقبوا عن الغاز. هيدا هلأ عم بضرر لك مصلحتك ومصلحة أولادك. أنت يا لبناني يا فهيم يلي بدك أولادك يضلوا بالبلد، هيدا اللي عم ينزل بكرة ياخدك على تظاهرة يخترع لك عناوين مدري شو هي، هيدا هدفه يعطل استخراج الغاز. يعطل استخراج الغاز يعني أنت حتضلك بالمطرح اللي عايش فيه. وهيدا لو من 3 سنين انت كان عندك الوعي وقلت له لا نحن بدنا توتال تنقب واولويتنا توتال، ما كنا وصلنا لهون. بس هلا بس ما شو اللي بيعطل يعني؟ طب اذا نزلوا ناس على الشارع شو اللي بيعطل؟ اذا شيء بالشارع بدي اقول شيء بالشارع بمجلس النواب شو اللي بتعطل؟ شيء بالشارع ما في مسار وماشي. لا ابدا، شيء بالشارع كثير هين. شركه توتال بتقول انه نحن ما قادرين ننقب لانه ما في استقرار بلبنان، ما قادرين موظفينا يعيشوا ببيروت او بما بعرف وين، ما قادرين يعيشوا بهذا البلد، ما في استقرار، نحن ما قادرين نجي على لبنان، بنعتذر منكم، الولايات المتحده طلبت منا بس انتم في عندكم فوضى وعندكم عدم استقرار فنحن ما قادرين نشتغل. بتفل منيح مجلس النواب كثير هين. بس ما بتعرف انه اذا النواب بتعرف انه اذا فلت يلي السيناريو اللي عم تحكي عنه، اذا فلت توتال من لبنان ولم تلتزم بالعقود الموضوعه، عم بتقول في خيارات ثانيه يعني توتال لا تدرك هذا الامر. لا شو توتال بيعطوها حقل باي دوله خليجيه تاني بيمشي حالها. يعني توتال انه مش انه عندها المصالح الهائله بلبنان بتيجي بتقول بدي زعل فلان وفلان كرمال لبنان. اذا رجعت اليوم امريكا غمزت توتال قالت له خلص ضحكنا عليهم للبنانيه فله، ترجع بتفل. ما يعني مش انه يعني ما نروح بوهم انه نحن اليوم ايه اجت امريكا بدها ايانا ننقب وحتكون واقفه على ايد توتال يلا طلعي الغازات بليز بدنا لبنان يزدهر. لا مش هيك. بس كيف بتقرا اللي قاله بايدن امبارح بالاتصال مع الرئيس عون؟ هذه الايجابيه المطلقه اللي تحدث فيها ودعم لبنان، ومن بعده السفيره الامريكيه كان عندها كمان مؤتمر صحفي لجانب لبنان. صار اكثر من سنه وشهرين مخبريننا هذا الحكي فيما خص الكهرباء اللي بدها تجي من مصر ومن الاردن. كل المطلوب منهم يبعثوا ورقه للسلطات المصريه والسلطات الاردنيه. ما ربطوا الامر بالاساس بموضوع الاتفاق. انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي نحن شعب قاعد بلا كهرباء لانه بجزء منه مش كله، جزء منه لانه امريكا مانعه مصر والاردن تعطينا كهرباء بشكل كتير واضح. فاليوم هذا الوهم انه هلا امريكا كبست على الزرتنا نحن نصير مدري شو، انا على المستوى الشخصي ما قادر صدق يعني. وما عندي نماذج تخليني صدق يعني. هي ابن بشري عم بكب تفاحاته، مش انه السعوديه حريصه على ابن بشري يبيع التفاحات. طيب انا كله لا ارى هذا الحرص على انه ازدهار لبنان ومدري ايه. امبارح في حفله حلوه كثير تنقدر نستفيد منها، عندنا معركه تانية ما خلصت معركتنا. كنت عم نحكي على الشارع بس كمان قلت لك عن مجلس النواب والقوانين والتشريعات هون كيف ممكن تعرقلت الامور. بكره يعني بكره الست بولا من حرصة على المال العام بتقول عندك شيء شخصي مع بولا؟ لا سوري، لا بولا مين بدك، حليمه كعكور. بكره الست حليمه استاذ الكبير ملحم خلف، بكره ملحم خلف بيوعى على بكره بيقول هذا الاتفاق نحن ماضينه مع توتال اللي ماضينه من 10 سنين هذا اتفاق مشحف بدنا نعيد النظر فيه، تعوا يا مجلس نواب تنصوت عليه. طيب بتقول لك توتال انا كيف بدي اشتغل وهن حاطين لي ملفه على هيدا، كيف بدي اجي نزل شغيلتي يمكن بكره الدوله اللبنانيه ترجع عنه. هيدا في اليوم ما بعرف اذا قريت، اكيد في تويتات للكتائب لسامي جميل لسليم الصايغ انه هذا الاتفاق قام به الرئيس عون وحزب الله، بالتالي لا ثقه بهذا الاتفاق وعم بيدعو اليوم لانه ينطرح على مجلس النواب للتصويت. طب هيدا مش حق كمان انه يكونوا جميع اللبنانيين على علم بمجريات هذا الاتفاق بمندرجات هذا الاتفاق؟ 100% هيدا كل اللي هن عم يطلبوا فيه حقهم اكيد. اهم شيء يعني اهم شيء كمان اللي بعد مش طلع على الاتفاق ينطر مثل ما قال امبارح السيد خي اقروه، يعني انه اليوم اقروه بعدين قلوا لنا شو رايكم فيه. هلا حقهم يطلعوا اكيد، حقهم يشاركوا بالتوقيع. لا اليوم يشاركوا بالتوقيع اليوم يعني في بدهم يطلعوا مجلس النواب حقه يطلع النواب بيكون عندهم علم خبر بمجلس طبعا حقه يطلع اليوم يعني المجلس النيابي الاسرائيلي سيطلع اخر الشهر حددوا له جلسه ومجلس النيابي اللبناني في بكره يطلع اذا بدهم يعملوا جلسه يطلعوا يطلعوا بالصحف يطلعوا مثل هي بالشق القانوني. هيدي من الاشياء الكثير صغيره يلي بده يسمح لنا سامي جميل
بعدها عند رئيس الجمهورية، بده يسمح لنا سمير جعجع يعني فتته بالطائفة الخبرية منيح، بعدها عند رئيس الجمهورية، هيدي عند رئيس الجمهورية، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، هو اللي بيعمل هذا الشغل بالتنسيق مع رؤساء السلاسي. في دستور، النايب اللي بده يحكي عن حقه اللي بكون قاري دستوره بالحد الأدنى يعني، هلا نديم ما بنعتب عليه بس ثاني المفروض يكون قاري. طيب بالدستور بدهم يطلعوا، حقهم يقولوا نحن بدنا نطلع عادي مثل ما كل هالاتفاقيات تنشر بالجريده الرسميه ويطلع عليها فيهم بكره يطلعوا عليها. هل أتحج؟ ما انا عم بقول اللبناني بده ينتبه من السعدنات الجديه لتطير الاتفاق لمنع توتال من التنقيب. هيدي السعدنات اللي عم تحكي عنها بمجلس الوزراء مين فيه يعمل غير الرئيس نبيه بري؟ لحظه، هيدي السعدنات بطلت بجيبتي، هيدي بطل عم ياخذ من جيبتي، بطل عم بيسب ميشيل عون، هيدي السعدانات من جيب اللبنانيين على حساب اولادهم للبنانيين. طبعا طبعا، هلا بدهم يمشوا فيها يمشوا فيها. بس هالسعدانات اللي عم تحكي عنها مين بعد قادر يعملها غير رئيس نبيه بري؟ بايده بواب مفتاح المجلس، هو الذي يضع على جدول اعمال، هو يلي بيحط بالهيئه باللجان، هو يعني هو مايسترو المجلس النيابي. سمحت يعني لي كانك عم بتقلي انه رئيس نبيه بري اليوم قد يذهب باتجاه احداث مشاكل ووضع فجوات بوجه هذا الاتفاق اللي تم. سمحت لي حتى انا اكون واضح اول شيء شوي. اول شيء انا بدي ارجع اقول كل ما حصل من فساد بلبنان ومن من كل ما حصل في لبنان من فساد بشكل رئيسي، من هيدا كله مرق بمجلس النواب الذي يرأسه نبيه بري. لو لم يفتح نبيه بري مجلس النواب ولم يشرع لحكومات رفيق الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، نحن كل هيدا الشيء مرق بموافقة نبيه بري. لو ما في نبيه بري كل هيدا الشيء ما صار، وبالتالي الممر لكل الفساد اللي حصل بلبنان هو نبيه بري. فيما خص الترسيم، الرئيس بري عبر اتفاقية الإطار شكل حجر زاوية بنى عليه الرئيس عون وجبران باسيل. الرئيس بري لعب دور إيجابي فيما خص اتفاقية الإطار. نحن اليوم لما عم نحكي عن إنجاز للرئيس عون وإنجاز لجبران باسيل وإنجاز بتوقع الله صعب أيضا، هيدا كله مؤسس من وراء الرئيس بري. ما فينا نشيل الدور الإيجابي للرئيس بري. وأيضا بالشهرين الماضيين خلال هول الشهرين كان في الرئيس بري حط العصي بالدواليب تيقول أنا بدي أخرى بعد جمعة، بس كان في مسار مختلف كليا، بدي في حاجة أوروبية، في تدخل أمريكي، في ضغط فرنسي، وبالتالي بكل هذا الضغط كان في الرئيس بري يلعب دور سلبي. الرئيس بري نحن بدنا انصافا بدي اقول الرئيس بري بهول الشهرين لعب دور ايجابي، اكيد مش كرامه عيون الجنرال، اكيد انا مش موهوم تحت الضغط. طيب مين حكي معه ومين ما بعرف، انا اللي بهمني انه الرئيس بري بهول الشهرين تحت الضغط كان في دور ايجابي لعب الرئيس نبيه بري. لما عم نقول هيدا الشيء مش عم نمحي الجمله الاول شيء قلتها، يعني انا مش هلا عم بحكي عن رئيس بري بلبنان، لا مش عم نلغي انه مرر الصفقات والفساد في المجلس النيابي. نعم وكان ممر، هذا الشيء يختلف كليا. نعم عم بحكي بهذه الخاصيه، بهذه الجزئية الخاصة بالترسيم، كان موقف الرئيس بري من 6 أشهر لليوم إيجابي جدا. بس إذا طلب من الرئيس بري بالمرحلة المقبلة، يعني مثل ما طلب منه اليوم أن يكون الترسيم سريع وأن لا يكون هنالك عصب الدواليب، قد يطلب من الرئيس نبيه بري أنه هذا المجلس استخدمه بوجه هذا الاتفاق بالمرحلة المقبلة لأحداث نوع من التوتر تجاربات. وافقك 100%، هيك أنا أقول نحن اليوم خلصنا معركة بمعزل عن الجهود التي تضافرت لإنهاء هذه المعركة، نحن نذهب إلى معركة مقبلة. هل الرئيس بري في هذه المعركة المقبلة سيكون مع تطيير شركة توتال؟ هل سيكون مع إبقاء شركة توتال؟ هل المجتمع المدني يمكن بكرة يفاجئنا يكون بده تنقيب وبده ازدهار ويقلوا اللي بدهم يخربوا البلد؟ لا، ما بدنا نخرب البلد. يمكن سمير جعجع مدري شو يوقع على راسه بكرة، يصير راس حربي باستخراج الغاز ويقول ايه انا بدي لبنان يزدهر، وانا ما عندي مشكلة اذا حزب الله والتيار الوطني الحر هني وراء هذا الانجاز انه يستفيد منه كل اللبنانيين. بدنا ننطر، هلا ما فينا نتوقع شو بده يصير. بأداء بعض الأفرقاء السياسيين خصوصا القوات اللبنانية فينا نتخيل نوع نحن لوين رايحين. بدنا عن جد ما عنا، يعني أنا ما عندي اليوم تصور حركة أمل وين حتكون أو القوات وين حتكون. أنا عم بقول خلصنا معركة، عنا معركة تانية لازم نكون جاهزين لها ومستعدين ومش مفترضين خلصت القصة. ما خلصت القصة أبدا. يعني بكل الأحوال دكتور جعجع ما كان متوقع بآخر لقاء له بسي بيروت، ما كان متوقع أبدا أنه يتم الترسيم وتحدث عن ثغرات موجودة أمبيغويتي معينة مثل ما وصفها. كان في كلام قالوا بهذا الإطار وقال أنه الاتفاق لا يبدو أنه سيتم. أنا عن جد بدعي إدارة لو تي في أنه اليوم كل ساعة تمرق خطاب سمير جعجع الأخير، يعني شيء ما بيتصدق هذا الزلمة كيف كل مرة بيرجع بيعمل خبصة أكبر من يلي قبله. أنا برأيي هذا الشيء لا يعكس إلا أنه هو سوري، لما حكينا قبل شوي عن 6 شباط، أنا ب6 شباط 2022
اوكي بدنا نخفف كلمه انا بست شباط 2022 كان في تغريده بقول انه سمير جعجع حيكتشف قديش هو خارج الزمن، يعني قديش هو انه كيف امريكا بتعترف بالاقوى، بتحكي مع يلي قاعد بمركز صناعه القرار. كل ما يفعله سمير جعجع اليوم هو خالص صناعه القرار، ايه بيقرر الامريكي يعمل شيء هالقد كبير خالص من ست شباط. الياس بو صعب عنده تاكيدات منذ بعد يومين من المسيرات، طيب يعني قبل زياره هوبشتاين الاخيره خالصه انه الامريكي مبلغ بشكل كامل. طب ما مخبرينه انه حرام والله العظيم، انه تخيل هو وين، يعني تخيل هو وين حاطينه انه شيء هالقد كبير، خي خبره بعتوا له رجلج موقفك جلس جرب رجع. ابدا مثل العادي بيعملوا هني تكويعاتهم، بيعملوا هني ديليتهم، وهو ما معه خبر شيء. ليه ما فينا نعتبرها بطريقه ثانيه؟ انه الدكتور ليه ما بنعتبرها بطريقه ثانيه؟ انه سمير جعجع اليوم كما يقول انصار ومقربين منه انه هو خارج هذه الاصطفافات الاقليميه والدوليه، هو بيقرا بالسياسه، يمكن كانت دعسه ناقصه هذه القراءه، وما ما بيجي تليفونات من برا، هيك بيعتبر وبيعتبروا مناصري. ساعتها هول المناصري بدهم يقولوا له بس يجي لعنده السفير السعودي، ما تعمل مؤتمر صحفي وتعمل شيء كثير عظيم انه زارك السفير السعودي بحكي معك باستحقاق الرئاسي. اذا جاي لعندك السفير السعودي ومعه خبر هو ومش مخبرك، كارثه يعني. واذا انت اليوم قدم حالك كانت رمز هذا المشروع، وانت اليوم اللي امريكا بتعمل اللي بدك اياه، مثل ما هو بخبر ناس هيك انه انا امريكا بتصرفي، انه انا اللي بقول لامريكا شو بدها تعمل. اذا كل هذا صاير ما معك خبره، ليك اكثر من الفكاهه. امبارح السوشيال ميديا احتفلوا فيه فكاهيا لسمير جعجع، بس بالمضمون هذا زلمه عم بيقول انا ما معي خبر شيء. خيي وليد جنبلاط كان معه خبر من شهرين لما عمل هذه الاستداره، عرف انه خي في شيء عم يركب بهالمنطقه عندما التقى حزب الله. طيب طبعا عرف في شيء عم يركب بهذه المنطقه. طيب انت اخي ما معقول تضلك ما معك خبر شيء، لانه هذا الشيء فوتك اول مره على الحبس. يعني انت لازم تكون منتبه انه انت اكلت، يعني انت اكلت الضرب، كوعوا وتصالحوا ببعضهم وانت ما معك خبر. طيب قالوا للسوريين كبوا بالحبس، مين اللي قال لهم؟ حلفائه امريكا قالت لهم للسوريين كبوا بالحبس. طيب كبوا بالحبس، اليوم انت شو عم تعمل؟ يعني ترجع هذا الشيء بتجي هيك شيء بتفضحه. هيك بس يمكن غسان كمان اذا بده اربط بي اللي قاله امبارح النائب الياس بو صعب اللي خاض هذه المفاوضات بشكل جد جدا وبالتفصيل وبالكلمه، يلي قاله انه في 36 ساعه قطعوا كانوا دقيقين، كنا وصلنا لمرحله نقول فيها بطل بدنا هذا الاتفاق، هو اللي قاله. يمكن كمان سمير جعجع كان على 36 ساعه اجل انت اجى الانترفيو مع السي بيروت. لا هلا هي مسيبه الانترفيو قبل 36 ساعه، يعني بعد ما كان بعدها بالضبابيه بعد ايه. لا ما كان ضبابيه، ليك الامريكي اجى لعند الاسرائيلي قبل ما يجي لعنا، اخذ من الاسرائيلي وعمل شغله مع الاسرائيلي مع المؤسسه الامنيه الاسرائيليه. تنكون كتير واضحين، مش الامريكي اليوم فارض اتفاق على الاسرائيليه كما البعض يصور. الامريكي راح قال للاسرائيليه انا بدي الغاز، قالت له المؤسسه الامنيه الاسرائيليه تطلع الغاز، تهديدات حزب الله جديه. واحد تهديدات حزب الله جدية، اثنين نحن ما قادرين نفوت بحرب مع حزب الله، إذا بدك تطلع الغاز بدك تحل هول المشكلتين. طيب مع الإسرائيلي إجا قال طيب كيف فينا نحله، شو فينا نطلع شو فينا ننزل. العرض اللي إجا قدمه بعد ما لبنان قال شو بده، العرض يلي هوبشتاين إجا قدمه قبل ما يقدمه راح ناقش مع الإسرائيلية، مش إنه هو إجا يقلنا شيء مش متفق عليه معهم بعدين بده يروح يقنعهم. هو دور الزوايا مع الإسرائيلية وإجا لعنا تيقول أنتم مطالبكم هيدي هي، أنا قدرت جيب من الإسرائيلية هول. طيب نسق مع الإسرائيلية، وبالتالي قبل ما لبنان يعلن وقبل ما لبنان يتسلم كان الإسرائيلي والأمريكي عارف وخالص عندهم، وهذا الشيء خالص مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من ثالث يوم طلعت فيه المسيرات. منذ طلع السيد هدد، هذه معلومات يعني بست شباط 2022 كان الاتفاق، 2022 كان جاهز الاتفاق. نعم. ولكن كان في رغبه بانه هذا الامر ما نحطه بالجرور، لبنان نمضي وما بنعطي لبنان حقوقه بالتنقيب، ولكن بقيت الامور استمرت بالمفاوضات، مسيرات حزب الله. بعد ثلاث ايام كان الاسرائيلي موافق على كل شيء. انا تحت اكون كثير واضح، احسن ما هلا يقولوا عم نقلل من قيمه المسيرات. ست شباط كان قانا مقابل كريش خالص. لا ما انا قلت لك بعد المسيرات. نعم. من بعد اجت وقلبت الموازين بعد ثلاث ايام. اجت تقول شلنا من الجرور تعالوا نمشي. طيب نحن بوقتها ما كنا اخذين
المنطقة الاقتصادية 100%. طيب ما كنا اخذين شركة توتال هي من حصتها من الأرباح. كمان اليوم قريت أحد الساعدين على السوشيال ميديا أنه أنه لبنان حيدفع هو الحصة لإسرائيل عبر توتال. لا هي توتال اللي رح تدفع بالاتفاق مع إسرائيل، هذا اللي نص عليه الصيغة النهائية. تنشرح للناس، نحن اليوم ماضيين اتفاقية مع توتال، هذه الاتفاقية بتقول 60% من العائدات، عم بعطي رقم غير دقيق، 60% من العائدات للبنان، 40% من العائدات لتوتال. شو بتعمل توتال بال 40% تبعولها؟ نحن كلبنانية ما لنا خصة فيها. بتتصافق مع إسرائيل، صحيح. بتشوف شو بتعمل، نحن غير مدنيين. ما عيشوا هذا الشيء، بده يرجع على مجلس النواب، هي اللي عم اقول لك اياه، بده يرجع على مجلس النواب بيجي يقول ليه 60 ب 40؟ بدنا 30 ب 70. هول كانوا نايمين بالعشر سنين اللي مرقوا، بس كان لبنان عم بيقاتل تيجيب 70 30 او 68 32 تيحسن شروطه، كانوا هول نايمين ما كنا سامعين صوتهم، ما كان فرقاني معهم الغاز. هلا حتبلش تسمعهم عم بيقولوا ليش الاتفاقيه مع توتال 60 40؟ هني ما قايلينها ولا شايفينها ولا سامعين فيها. هلا حيبلشوا 70 30 60 40 كل هذا الهبل. هيدا واحد. في هبل تاني كمان انتشر على السوشيال ميديا، بطلوا وقائدوا محمد عبيد. انا اتحمل على 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 انا مسؤوليتي وليس مسؤوليه التلفزيون وصف محمد عبيد بانه حقاره متنقله وتحامل متنقل. ومبارح اللطشة تبعت السيد لمحمد عبيد وشبهاء محمد عبيد كانت كتير كبيرة. هدول يلي مفكرون فيهم يزيدوا ويخونوا محمد عبيد بالحملة اللي عملها على رئيس الجمهورية لم تكن حملة بريئة. هيدي انه رئيس الجمهورية خاين ومدري شو وباع ومدري ايه، انه محمد عبيد صار بده يعلم ميشيل عون وحزب الله شو يعني سيد. بس هي مش بس محمد عبيد، هي مش بس لا 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 محمد عبيد، يعني في نغمة اليوم بلشت انه هذا الاتفاق مطبخ هو ازعان، قلت لك اياهم باول حلقة. مطبخ هذه الحملة هو محمد عبيد. طيب وانا على المستوى الشخصي بدي اقول محمد عبيد والزعلانات اللي عم يعملها اتجاهي ما حتوصلوا لمطرح. طيب تما نروح لهون، لكن محمد عبيد بالشيء اللي قالوا انه اتفاقيه 17 ايار كانت تعطي لبنان اكثر من معطاء الاتفاق الاخير، كمان هيدي عملوا له حفله على السوشيال ميديا، رد عليهم منيح نجاح وكيم. انا بدي اقول اكثر، اتفاقيه 17 ايار كانت بتقول كل المياه الاقليميه الجنوبيه هي ممنوع لبنان يقرب صوبها، هي موضوعة تحت وصاية دولية كل هذه المياه الأقليمية. فهذا اليوم اللي عم يجي يحرض الناس وبيئة المقاومة انه حزب الله قبل بما 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 رفضناها 17 ايار، لا 17 ايار انت ما هيدا الشيء اللي كان عندك ايه. فضب هالخرايط اللي مثلك كلها فيك، وما بقى تطلع على التلفزيونات وما بقى تنظر في هذا الموضوع، انت بينت بهذا الموضوع انك هامشي وانه ما معك خبر شيء. هو لانه كمان لازم الناس يتذكروا هول الثلاث اربع سعيدين محمد عبيد ورفقاته اللي كانوا دايرين انه هاي الخريطه وهوكشتاين هيك اللي بيسمعهم بيفكر انه هن قاعدين بالاداره الامريكيه. طلع هوكشتاين والسفاره الامريكيه برغم كل دوره الصغير ما معهم خبر شيء، محمد عبيد ما معه خبر شيء بشو عم بيصير فيهم لا من قريب ولا من بعيد. حاطينه على التلفزيونات مشان يعمل حمله يشيل وهج الانتصار ويقول مش العون عمل خيانه عظمى وليس انتصار كبير. على كل حال هو الاوصاف بنرجع بنقول على 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 على, على مسؤوليتك. انا ما ناقشتك فيهم لانك بلشت قلت لي على مسؤوليتك، بس كمان على موضوع حزب الله امبارح سمعنا السيد حسن نصر الله بما قاله، ننتظر الرئيس عون ما سيقوله الرئيس عون، توقيع الرئيس عون، لنعتبر انه الامور صارت نهائيه بهذا الملف. باللي قلته وبي اللي قاله محمد عبيد انه ايه في اليوم من يعتبر انه حزب الله قدم تنازلات، انه الرئيس عون في نكتة طلعت بعد في صخرة الروشة ما بيعوها، هيدا كله كلام اليوم عم نسمعه بوسائل التواصل الاجتماعي، عم نسمعه على بعض الألسنة كتير كتير. خليني اقول للناس بشكل كتير وضوح، فؤاد السنيورة في عام 2007 وقع اتفاقية مع قبرص بتقول نحن حدودنا الخط رقم واحد، نيح واحد اتفاقية الإطار والرئيس نبيه بري وهوك، وبعدين يعني خط هوف كان بيقول نحن 23 الحد الأقصى، نيح. لكن قبل ما يجي الرئيس عون إلى هذا الملف كان فؤاد السنيورة واحد واحد وخط هوف 23. طيب فات الرئيس عون إلى هذا الملف قال أنا هوف وبلس، بدل هوف وماينس هوف وبلس. هوف وبلس شو البلس؟ البلس هو كامل حقل قانا كاملا، نيح. يعني فايتين على العمق الإسرائيلي بحدود 27، يعني طاحشين لحديت 27. وبالتالي الرئيس عون مش بيع صخرة الروشي، الرئيس عون راح جاب، الرئيس عون والمقاومة راحوا جابوا هوف بلس كامل حقل قانا، وبالمقابل ما تنازلوا عن ولا أي شيء.
ولا شيء ولا اي شيء. هلا بس ما هو اتفق في بعض الاخذ والرد. هلا يعني خبرية اي طبعا. ما هني شو عملوا؟ اجوا قالوا نحن بدنا الخط 29 بسرعه. قالوا هذا خط تفاوضي. يعني الاسرائيلي اجى قال لك انت خطك واحد وفؤاد السنيوره ماضي على الورقه. انت قلت له لا انا خطي 29 منيح وساعد ما بدي فيني امضي على الورقه وديها. طيب هون صار النقاش 1 أو 29. هلا اللي نجيب هو اكثر ما يمكن للبنان الرسمي والمقاومه ان يحققوا. هيدا لبنان الرسمي الرئيس عون وحزب الله هيدا الفيون عليه منيح. هلا اذا نديم جميل وسامي والشباب بدهم يطلعوا يحرروا 29 فلتكن بكره على بكره بكفية تفتح باب التطوع بساحة بكفية لشباب بكفية والمناطق المجاورة واللي بيحب يطلع ينضم لسرايا مقاومة الإسرائيلي لتحقيق الخط 29 نحن معه. إذا اليوم سامي جميل بده يقول إنه الأمريكي سارق من عنا من 23 ل 29 وأنا سامي جميل أعلن عدائي للأمريكي نحن أكيد معه أكيد معه دون أي مواربة. إذا اليوم أي فريق لبناني بده يقول أنا 23 وقانا ما عايش بيني بدي أكتر بدي روح جيب زيادة أكيد 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 بيكون واحد معه. أنا بقول لك أنا بقدراتي المالية المحدودة أول زورة بقرر ملحم خلف يطلع فيه تيحرر الخط 29 مني أنا أنا بهدي أول زورة بس مطاطي مش يلا يجيب لي واحد يروح يعمل فيه سياحة مع صديقته لا أو مع مرت ما بعرف إذا هو متجوز أو لا. طيب يلي هو يعني بده يطلعوا أنا أكيد بتصرفهم للشباب وأكيد منكون معهم ما عم بمزح. إذا اليوم في نية عن سامي جميل يقول أمريكا عدوي سرقت منا خطين أو ثلاثة بدي روح جيبون أكيد واحد بس لحظة هيدا جد أنا عم بحكي بس هيدا جد ومش مختلفين. بس كمان ما بدنا ننسى أنه كان في رئيس وفد مفاوض عسكري موجود ويفاوض وكان متمسك بالخط 29 وطلع بمرحلة المفاوضات وحكي كل الكلام واعتبر أنه لبنان تنازل من 29 ل 23 والخط الرسمي هو 29. يعني هذا بشهادة كمان حدا يعلم بالزاوية والتفاصيل. انا عم اقول لك الاسرائيلي كان بده خط طيب واحد ما يلي عم بقول لك هي مش مشكله سامي جميل ولا مشكله نديم ولا الاسرائيلي كان بده خلف هي مشكله وطنيه اليوم بموضوع الخط 29. ابدا الاسرائيلي كان بده خط واحد وهو مش حقه واحد هو حقه 23 مثلا ونحن قلنا 29. لانت تروح تعمل مفاوضات هي شو مفاوضات هو بيقول لك بدي اياك واحد انت بتقول له انا بدي 29 يعني بالتالي قدمنا تنازلات بهذه النقطه قدمنا تنازلات. هيدا بدي افهم منك يعني بهذه النقطة تنازلنا من اجل الوصول الى حل ومش بس عم بحكي عن الوفد المفاوض عم بحكي كمان عن بعض الخبراء اللي كانوا دائما يقولوا انه يجب على لبنان ان يودع المرسوم 6433 للامم المتحدة بالخط 29. لا هون بدي اقول لك اول شيء بموضوع التنازل لا ما تنازلنا لانه نحن حقنا عارفينه انه هو 23. نحن عارفين انه حقنا 23 اذا بناخذ قانا كامل بيكون شيء عظيم. هيدا حقنا يعني نحن رفعنا حقنا هيدا طبعا تناخد حقنا واحد بده يطلب اكثر بده يطلب اكثر من حقه. نحن طلبنا اكثر من حقنا تناخد حقنا اخذنا حقنا كاملا. هلا شو كان البارت الثاني انه ايه في موضوع المرسوم كمان يلي كان يطلب أوكي. فيه 6433 وايداع الامم المتحده موضوع المرسوم لهيك انا بلشت لك حكي انه نحن اليوم عاملين اتفاقية تنقيب وليس اتفاقية ترسيم. نعم كان ما في اهين منا لبنان يجي اليوم يقول انا حدودي مش 29 انه بدهم يزيدوا على ميشيل عون. كان قالوا انا حدودي 32 وببعث رسالة للأمم المتحدة وبقول لها هي الرسالة عندك حدودي 32 اتفضلي يا أمم المتحدة حرري لي اياها ونقبي عن الغاز واعطيهم للبنانيين. ما في اهين منا. اذا نحن اليوم مزدهرين اذا نحن اليوم النرويج فيني اقول لك ايه فينا نعملها عادي ما فرقاني معنا بلا هالغازات منبعث للأمم المتحدة وساعة ما الأمم المتحدة تقرر بعد 20 سنة تعطينا حقنا 32 منروح بناخده. نحن ما هيك الوضع. أو ساعة ما المقاومة بتقدر بظروف مثل ما بدها تحرر مزارع شبعة تحرر الخط 29 بعد سنة سنتين 10 ما بنعرف منيح مفتوح الخبرية بقول لك ايه بس انا لا انا امام ثروة اذا ما رحت عملت اتفاق وطلعتها بتروح امتى. هذه ثروة مربوطة بالزمن هيدي مش مثل الارض. الارض بتضل امتى مثل ما هي كل الحياة. بقول انا بدي مزارع شبعة الى ابد الابدين لانه هيدي ارض. هونيك نحن عم نحكي عن ثروة مع الوقت بتروح امتى. على حال بس سؤال نحن شو عملنا قبل ما نروح على الفاصل بهذا الموضوع نحن شو عملنا بموضوع الطفافات شلناه على جنب اعتبرنا انه هلا مش وقت الحديث فيه. نحن اليوم عاملين اتفاق اقتصادي وليس اتفاق امني لهيك كل الجوانب الامنيه
خلينيه على جنب مشان ما يعني يتعرض. موضوع الطفافات ذهب ذهب الى مفاوضات اخرى او الى ما هنالك. التوقيع شو وضعه، اي متى رح يصير؟ بين 19 20 مزبوط المعلومات؟ يعني كيف الصيغه الناقوره بالمبدا؟ هلا هلا بيروحوا على الناقوره، بيرجع من بعد الناقوره في رساله بيمضيها رئيس الجمهور. اول شيء الوفد بده يروح على الناقوره، لانه هذيك اليوم في احد الزملاء كان عم بيقول انه هيدي ما خص رئيس جمهوريه فيها. الوفد اللي بده يروح على الناقوره هذا الوفد بنقي رئيس جمهوريه، بسميه رئيس جمهوريه، بيروح على الناقوره، بيرجع رئيس جمهوريه بيمضي الرساله اللي بتروح للامم المتحده. هذه الرساله اللي بيمضيها رئيس جمهوريه، رئيس الحكومه والوزراء المختصين، واللي كانوا عم بيطالبوا كل وقت رئيس جمهوريه يمضي، ولا مره طالبوا رئيس الحكومه يمضي. ما هي الرساله لازم يكونوا كلهم مضينا. المهم بكره بس تخلص هيدي رئيس جمهوريه هو يلي بيراسل الامم المتحده. بعد الفاصل غسان سعود بدي احكي، هل هذا الاتفاق، اتفاق التنقيب مثل ما بتسميه، هو شكل من اشكال التطبيع؟ هل يؤمن السلام والاستقرار بالجنوب او لا؟ مثل ما قال شنكر انه احتمالات الحرب في الجنوب اللبناني لا تزال قائمه، وبدنا نحكي شويه رئاسيات وحكومه. فاصل ونعود. نعود إلى حوار اليوم مع الصحفي غسان سعود. غسان، وضع الاتفاق بما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، سيكون هنالك موافقة مع كل الأخذ والرد اللي صار. نتنياهو بحال أتى رئيس الحكومة يهدد بأن يكون مصير الاتفاق كمصير الاتفاقات السيئة، هيك سميها. ماذا يعني نتنياهو؟ هل يمكن لنتنياهو لاحقا أو للطرف الإسرائيلي لاحقا أن يتراجع عن هذا الاتفاق أو لا، مثل ما قال الأمريكي أنه أخذ ضمانات باستمرارية الاتفاق؟ هيك أهم شيء نقال بهيدا، هو أحد المعلقين الإسرائيلية وقتها، أحد الوزراء الإسرائيلية بارح بيقول أنه كل المسؤولين الأمنيين الذين وافقوا على هذا الاتفاق وشجعوا عليه كلهم معينوا نتنياهو مش لابيد. وبالتالي هذه المؤسسة الأمنية، هون بدنا نروح لتفصيل أساسي بالدولة الإسرائيلية. الدولة الإسرائيلية هي مش دولة ديمقراطية، هي مش دولة رؤساء حكومات بقرروا، هي دولة أمنية، هي دولة أمنية بامتياز. فهذا الاتفاق معمول مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي التي طلبت من الولايات المتحدة السير بهالاتفاق. ولما الولايات المتحدة اجت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قالت لنا نحن مصلحتنا الوجودية لإسرائيل نعمل اتفاق مع لبنان، ما عادت شايفة شيء وما عادت قارية حدا، وصارت راكدة تشوف كيف بدها تعمل اتفاق، لأنه اجت هذه المؤسسة لتقلها. وبالتالي تغير نتنياهو، اجى نتنياهو فيهم يزيدوا على بعضهم الانتخابات قد ما كان، بدها تحول بالقرار الأمني الإسرائيلي. يعني مش نتنياهو بيجي بده يتغير الضباط الأمنيين بإسرائيل ويجي يقولوا نحن ما إلنا مصلحة بهذا الاتفاق، تعالوا نطلع منه. بوقت هذه المؤسسة العسكرية أو الأمنية تقول أنه تريد هذا الاتفاق لأنه يضمن الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. بس شنكر عنده رأي مغاير، يعني شنكر هو اليوم ما عاد عنده دور بهذا الملف وبالإدارة الأمريكية، ولكنه يقول أنه هذا الاتفاق هو انتصار لميشيل عون وجبران باسيل وحزب الله، سميهم بشكل واضح، وبيقول أنه بعكس كل التوقعات هذا الاتفاق لا يضمن السلام على طرفي الحدود. ماذا يعني شنكر؟ أول شيء أنا لفتني كتير أنه مبارح الام تي في وال بي سي مبلشين نشراتهم برئيس الوزراء الاسرائيلي، بدل ما يبلشوا وزراء بدل ما يبلشوا نشراتهم بالموقف اللبناني، وبالتالي عرضوا للجمهور ما يقول الاسرائيلي انه انتصار، بدل ما يعرضوا ما يقوله اللبنانيين. او بالحد الادنى هني عندهم ماضي مجيد جدا مع شنكر، كان لازم يحطوا ويعيدوا بنشراتهم شنكر شو عم بيقول. طيب اليوم صار لك من الصبح عم تضحك عليه. ايه اليوم هذا الاتفاق بيضمن حق لبنان، ايضا بيضمن لاسرائيل شيء كثير كبير. نحن قبل شوي لما عم نقول طب لبنان شو تنازل، لبنان قرر فعليا اليوم يقول لاسرائيل روحي نقبه بسلام هائل، انا ما عندي تهديد، انا ما عندي وعيد، انا ما حعرض الشركات. تعرف من لما حكي السيد عن عن عن, عن الباخره اليونانيه، اليونانيين شو عملوا مع اللبنانيين لضمان امان؟ تعرف شو انت اليوم تقول لبحاره ولطاقم ولمهندسين قاعدين على هذه السفاره، على هذه السفينه، انتم معرضين باي دقيقه لعمل امني؟ هون ما كانوا عم يقبلوا يقعدوا على السفينه ابدا، يعني ما قبلوا ولا اي شكل، رغم كل التطمينات اللي اجتهم من الاسرائيليه ما قبلوا يقعدوا. اليوم صار فيهم يقعدوا مرتاحين وصار في بلش عمليه التنقيب. اليوم لبنان في روح لشغل 40 سنه يطلع غازيته، الاسرائيليه فين يروحوا لشغل 40 سنه، اثنيناتهم عارفين انه هذه الثروه بيشتغلوها على رواء، بيطلعوها ببيعوها بيعملوا اللي بدهم يعملوا. بس شو بيعني شنكر لما يقولوا لا مش مزبوط هذا الامر يؤمن استقرار، في تنشن موجوده على الحدود وقد تنفجر باي لحظه؟ انه هذا الشيء قائم ما خصه بالبحر، يعني هلا هن شو كان بدهم؟
الامريكان بدهم تصعيد ممكن يصير بدهم ما بتتاثر فيه المياه الاقليميه. اذا اليوم بدي لك اذا اليوم في اتفاقيه بين الاثنين انه نحن هذا البحر حليناه بيتاثر التصعيد اكيد بيتاثر، بس فرق ما يكون تصعيد اساسه محطات الغاز. الاسرائيلي بيعرف انه محطات الغاز اللي عنده مكشوفه، وبالتالي باي صراع كان في بنك اهداف لحزب الله هائل في يعمل ازمه هائله باسرائيل. بتعرف شو يعني انت اليوم تصيب يعني محطه للتنقيب شيء، وبالتالي اجوا اليوم هن حتى يشيلون. هلا الاسرائيلي كان بده، يمكن شنكر كان بده ربط الاتفاق البحري باتفاق بري ايضا. طيب كان في محاوله بهذا الاتجاه، ايه هذا الشيء ما صار، فطبيعي يضل يقول بعد كان فينا نجيب اكثر بالموضوع الامني، اخر النهار نحطت قواعد. بس يعني حضرتك غسان سعود تعتبر انه ممكن يكون في اي تصعيد باي لحظه لا؟ انا برايي شروط التصعيد هي المعادله السابقه، بتضرب وبنضرب، هيدا حيضل موجود من 10 سنين من 2006 حيضل موجود بشكل دائم، ولكن لن تكون الحروب على الشكل اللي كانت قبل، اجتياحات كامله، غزوات كامله. ليك واضح، بدي اقول لك واضح اليوم المؤسسه الامنيه الاسرائيليه عم بتقول نحن ما بدنا، تريد الامن والاستقرار، ما بدنا صراع مع لبنان، وهذا يعني اساس اللي رغبته بالذهاب بالاتفاق. ايه هلا هني بيحبوا اسرائيل كتير الشباب، بس هني لازم ينتبهوا، اسرائيل معمري جدار جوات اسرائيل، ده شيء ما في دوله عملتها، معمري جدار حاصره حالها. يعني طيب اليوم بتضفي ما عم تقدر تخلص باراضي 48، ما عم تخلص، بدها تشيل عن ظهرها هم لبنان. اجى اليوم بهذا الاتفاق هي عم تشيل عن ظهرها هم لبنان، عم تقول خليني انشغل بحالي، خليني خلص باللي انا فيه. المؤسسه الامنيه الاسرائيليه بكل تصريحاتها بكل تعليقاتها كان هيدا همها الوحيد، تشيل الملف اللبناني عن ظهرها. هذا اليوم فعليا انشال هذا الملف، فيهم هن يقولوا نحن نروح نعمل شغلنا، خلي اللبناني يروح يعمل شغل. بنفس الوقت هل هو شكل من اشكال التطبيع؟ هل هو يؤسس لمرحله سلام مقبله بين لبنان واسرائيل؟ هي يعني في تغريده، ما بعرف اذا قريت على سبيل المثال نديم قطيش الصحفي الزميل نديم قطيش حكى عن هذا الموضوع وانه عسى ان تكون بادره لمرحله مقبله من السلام بتغريده له اليوم صباحا، يعني بيقول او امبارح بيقول فيها مبروك للبنان واسرائيل اتفاق الترسيم البحري، ولو ان اسرائيل هي المستفيد الاكبر لانها ستبدا خلال اسابيع قليله بيع الغاز فيما سينتظر لبنان سنوات قد تطول قبل ان يتمكن من دخول سوق الغاز. ما حصل هو اول اعتراف لبناني غير مباشر بدوله اسرائيل، وعسى ذلك يقود الى اتفاق سلام شامل مستقبلا. لا ما لبنان يعني في كتار بهذا الراي تقول شيء، بس انه لبنان عامل قبل اتفاقيات تبادل هائله مع اسرائيل، كان وسيط الماني، كان ما بعرف شو. يعني اليوم وجود اليونيفيل انه اللبناني بيحكي مع اليونيفيل، الاسرائيلي بيحكي مع اليونيفيل، هو شو كله هيدا اعتراف؟ يعني انه شو طبيعه الاعتراف اللي زادت على ورقه القلم؟ ما في شيء زاد، يعني على ورقه القلم حتى اليوم اتفاقيه لبنان عم يمضي وهن عم يمضوا على ورقتين ما خصهم على بعضهم. يعني بس بموضوع السلام وعسى ان تكون بادره سلام لاحقا، بموضوع السلام خليني اقول في فريقين من اللبنانيين، في فريق بيقول هو لا يؤمن بالسلام ولا يريد السلام ولا اي شكل من الاشكال، في فريق ثاني بيقول هو يريد السلام وفق اتفاقيه الاتفاق العربي قمه بيروت كل هذا الموضوع. بهذا الاتفاق اتفاقية قمة بيروت كان في احدى النقاط العالقة اللي خاصة موضوع الترسيم الحدود البحرية، هذا اليوم خلص. يعني اليوم اذا بدنا نقول في مسودة اتفاق اللي هي قمة بيروت العربية انجز شيء على سلام، انجز بند من بنودها، مش هالقد الخبرية. هلا بقرر الاسرائيلي بكره ينسحب من شبعة، ايه بتكون حلات بعد وحدة تانية. طيب وبالتالي بدك تشوف شو هن النقاط العالقة، في وحدة منهم اليوم انحلت، ولكن هذا ما بيعني انه احتفالية هلا سلام وتطبيع، لا كان في حرص بس هائل. ما بتفتح المسار لاحقا. وبنقطة الاسرائيلي وشبعة اللي عم تحكي فيها اليوم، البعض بيقول انه اذا انسحب الاسرائيلي من شبعة رح نفتح المجال لموضوع اذا شبعة لبنانية او شبعة سورية وحزب الله ودور حزب الله. أنا عم أقول بالنقاط الخلافية في وحدة منهم اليوم مرقت، في نقاط تانية وحدة منهم شبعة، صراحة ما عندي اطلاع شو هني كل النقاط، هيدي وحدة منهم. هلا كان في حرص عند الـ عند الـ عند الـ عند اللبنان عند لبنان الرسمي هائل على عدم وجود أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي أو المالي، نحط كتير سيناريوهات، وحدة منهم إنه الشركة مشتركة وفصلت المسارات من أجل تأمين هذا الأمر، هيدا كله سقط، وهذا كمان سقط وما كان بالأمر السهل. وبدي أقول كان في لوبي لبناني كتير كبير عم يشتغل للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل تحت عنوان كريش. يعني كان في لبنانية، كان في فريق لبناني كتير كبير، مجتمع مدني بشكل رئيسي، يدار أمريكيا على الورقة والقلم، كانوا عم يجي يقولوا خلونا نعطي كريش لإسرائيل، كريش بتنقب وبتعطي حصتنا.
خلي كريش تنقب، ساعتها شو بصير الدولة اللبنانية؟ بتروح كل آخر شهر تاخد مصروفها من إسرائيل، وبس إسرائيل تقرر ما تعطينا مصروفنا بنقعد بلا معاشات وبلا 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 وبلا. هذا السيناريو اشتغلوا له فريق من اللبنانيين، تم إسقاطه بسرعة كبيرة. بس على كل حال ملف التطبيع الاقتصادي يعني منه مستجد، سيستمر، وخصوصا انه في مسار بالمنطقة يبدو يسير باتجاهات سلام وتطبيع وإلى ما هنالك، ونحن منا بعيدين عن هذا المسار. ما بعرف إذا بتوافقني، أحسن ما تحسب علي هلا أنه أنا عم بعطي رأي، أنا عم بسأل سؤال. إيه لا، أنا بقول إنه يعني لبنان حيت حاله من الشيء اللي كان اسمه صفقة القرن. قد قدر يحيط حاله بعد لبنان؟ مرق الصعب، جديا مرق الصعب. موضوع الترسيم مثلا كان كتير صعب، انه انت تقدر تاخذ غازك بلا تطبيع اقتصادي او تفاهم مع اسرائيل، انت قدرت تعمل هذا الشيء. سائبك تحت ما اقول هذا كله يعني بطولاتنا، في ظرف عم تحكي عن ظرف كمان، سائبك ظرف دولي كتير كبير اسمه الحرب بروسيا، سهل بهذا الشيء كتير انه يكون في حاجه لهذا الغاز اكبر بكتير من التفاصيل اللي الامريكي واقف عنده. طيب بس انه هذا الشيء بيقودنا لسلام او فوتنا هذا الشيء مختلف، يعني مسارات مختلفه. لا تعتقد انه قد يكون بدايه مشروع سلام؟ ليك انا بالنسبه لي انحلت عقدي من كتير عقد وحدي، بس في كتير عقد غير. بدي افتح ملف بعد عندي تقريبا 10 دقائق اقل شوي، في موضوع طبعا بعد الترسيم عنا رئاسة، وما بين الترسيم والرئاسة عنا وقت مستقطع، هل يكون وقت حكومة غسان سعود؟ أوكي. أول شيء ملف الحكومة أنا بالنسبة إلي كان مربوط بملف الترسيم. أنا كنت أستبعد تشكيل حكومة قبل إنجاز الترسيم، يعني اليوم ما كان حتعطي شرعية لحكومة تجي هي تعمل الترسيم بسهولة فائقة لأنه هي عندها الصلاحيات أو لأنه بطل في رئيس للجمهورية. اليوم بعد إنجاز الترسيم أنا أعتقد أن فرصة تشكيل حكومة رح ترجع تكبر. أنا اللي بعرفه كمان الكذاب نجيب ميقاتي سرب كتير بالأيام القليلة الماضية كمان على مسؤوليته، قبل طبعا على مسؤوليته سرب كتير أكاذيب خصوصا على موقعه الإلكتروني هون الوقاحة، يعني بطل عم بيسرب يمين شمال، صار هو عم بيسربهم عنده على سايته، أنه جبران بيصيل ساعة بده يتوزر وساعة بده ست وزراء وساعة 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 بده خمس وزراء مسيحيين. هلأ بشكل كتير واضح أنا فيني أقول معك معلومة أتحمل مسؤوليتك. طيب أول شيء كان رئيس جمهورية يريد إضافة ست وزراء من أجل تمثيل القوى السياسية، تصير حكومة 30 وزير وحكومة. طيب. فيها سياسيين. هذا البند يمكن حله، أنه طالما هوليك ما بدهم يفوتوا القوات والكتائب والمجتمع المدني ما بدهم يفوتوا، بس التيار بده يفوت، وحزب الله عم بيقول ما بده يفوت مكتفي بالوزراء تبعوله، بس التيار بده يفوت، ساعتها ممكن استبدال وزير الشؤون الاجتماعية رغم جهوده الجبارة، هو طبعا حيكون إلى جانب الوزير بالمرحلة المقبلة، بوزير حزبي من التيار الوطني الحر اللي هو 90% حيكون ايدي معلوف. طيب هذه بتكون حلات مشكلة ست وزراء، هيدا تنازل من رئيسة الجمهورية، كان هي عندها مطلب اسمه ست وزراء حزبيين واحد منهم تيار، عم تجي اليوم تقول بلا الستي منبدل وزير الشؤون الكاثوليكي بوزير كاثوليكي حزبي وهو ايدي معروف. طيب منكون خلصنا وحدة. اثنين، الرئيس نبيه بري بده يغير وزير وزير المال، ياسين بده يجيب محله ياسين جابر، جبران باسيل بده او رئيس الجمهوريه بده يغير وزير الخارجيه يجيب وزير خارجيه ثاني، بتكون خلصت الخبريه، بكون يعني مش مطروح تغيير خمس وزراء وست وزراء وعشر وزراء ووزيرين، هيدا بالتفصيل. بالمبدا نجيب ميقاتي ما له حق ولا اي شكل من الاشكال يقول لرئيس الجمهوريه مين وزرائك، يعني في عشر وزراء على الورقه لرئيس الجمهوريه، بيطلع نجيب ميقاتي بيطلع ورقه من 14 وزير. بس محل شو دوره ساعتها لنجيب ميقاتي؟ ما بده يناقش بالوزراء، بده يقول له انا هيدا عم بعمل فريق عملي مش فريق عمل الرئيس. لا نجيب ميقاتي حدا ناقش بوزرائه، يعني نجيب ميقاتي بيقبل اليوم رئيس جمهوريه يجي يقول له نايب رئيس الحكومه غير مقبول، بدي اتدخل لك بالوزراء. والاسامي المطروحه لنايب رئيس الحكومه. طيب. من حبسه لزين عكر، هيدا اصلا نائب رئيس الحكومه عند رئيس الجمهورية، عند رئيس الحكومه. اذا رئيس الحكومه بده يبدل نائبه الحالي بزينة عكر بالعبسي بمدري مين يصطفل، هيدي مش حصة التيار. بس كمان بس ما لي هي تصير الأمور، يعني مين ما بدك أسمه وهذا وخلص كل واحد يعطي هيدا. لا إلا إذا بدنا نعود، إلا إذا بده يجي نجيب ميقاتي يقول تعي يا فخامة الرئيس عنا 24 اسم، شو رأيك بفلان الفلاني لوزارة المال تقبل فيه؟ ولا هيدا نبيه بري بيسميه ممنوع حدا يناقشه. طيب إذا بده يجي نجيب ميقاتي يقعد على الطاولة يقول مين وزير المال يا فخامة الرئيس قابل بهالاسم أو مش قابل بهالاسم، بقول لك إيه تكرم عينه ساعتها نجيب ميقاتي، في يسأل ميشيل عون عن مين أسامي وزراءه ويناقشوا بالموضوع.
إذا ما بده يسأل، إذا رئيس الجمهورية ما إله حق يسأل مين نائب رئيس الحكومة ويعطي موافقته عليه، وما إله حق يسأل مين وزير الاقتصاد ويعطي موافقته عليه، ومين وزير الصحة يعني ويعطي موافقته عليه، ويسمي الأسامي اللي يراها مناسبة لتولي هذه الأحقاب الوزارية. وبالتالي نجيب مئاتي بيسمي وزراءه، نبيه بري بيسمي وزراءه، حزب الله بيسمي وزراءه، سعد الحريري بيسمي وزراءه، رئيس الجمهورية بيسمي وزراءه، وليس لنجيب مئاتي علاقة بهذا يعني الموضوع. يعني بعدنا بعدنا عم ندور بحلقة مفرغة حتى هذه اللحظة. لا لا نهائيا، عم أقول لك بالمبدأ هذا الشيء نجيب مئاتي ما له عليه أي نقش فيه. اثنين، ما سرب عن أنه جبران بده يغير 6 و7 و8 ورئيس جمهورية، هذا الشيء غير صحيح. سرب أنه رئيس الجمهورية يريد تغيير كل الوزراء المسيحيين. رئيس الجمهورية وجبران بيصير اليوم يتجهون بالمبدأ لتغيير وزيرين وليس أكثر من ذلك. هيدي اثنين. ثلاثة، تنازلوا عن شرط الستة، قبلوا بدون الستة واحد بس حزبة، يعني بيتنازلوا عن الستة، وقبلوا تنقضى باثنين، وقبلوا انه نجيب مئاتي بيسمي وزير الاقتصاد السنة، بالمقابل التيار بيسمي، قبل كان في وزيرين بين الاثنين، نجلة رياشي هي بين رئيس الجمهورية ونجيب مئاتي، وزير الاقتصاد هو بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. اذا اليوم نجيب مئاتي مصر هو بده يسمي حدا لوزارة الاقتصاد، ساعتها يحق لرئيس الجمهورية انه يسمي حدا مكان نجلة رياشي بحدا ثاني. طيب، وهون عم نحكي يمكن رئيس الجمهورية قرب بده يخليها لا نجلة رياشي. طيب، وهون لازم كمان الناس يعرفوا نجلة رياشي ليست كاثوليك، انما من الاقليات، يعني هي لاتين وليست كاثوليك، لهيك ما في يبدلها بايدي معلوف، لانه تم كتير نقاش على السوشيال ميديا، تم تداول هذا الموضوع بس. وبالتالي الموضوع الحكومي هين، العقد حلت، بعد في نية عند نجيب مئاتي انه يطلع يشكل حكومة. يعني حين زيارة نجيب مئاتي امبارح لعبده تحت خبرية تصويت لبنان بالامم المتحدة للضم او مش الضم، هيدي بتأسس او فقط كانت باطار؟ لا، كانت باطار ما تم لا تداول فيها بألا اي ملف اخر. لا لا لا. إذا بدك حزب الله عمل جهد، هذا الجهد أسمر مجموعة إذا بدك تنازلات من الأفرقاء المعنيين، هذا الجهد وقف حين توقف الترسيم أو حين تباطأ الترسيم، اليوم إذا رجع الترسيم لازم هذا الجهد يرجع يتفعل. يعني تعتبر سيكون هنالك حكومة بالربع ساعة الأخير قبل نهاية عهد الرئيس عون، ولكن لن يترأس الرئيس عون أي جلسة من هذه الجلسات، كما يقول البعض أنه مئات رح يروح لموضوع الحكومة والتشكيل، من بعد بده تيعمل البيان الوزاري وتياخد الثقة، منكون وصلنا على آخر يوم من عهد الولاية ولن يكون رئيس الجمهورية جلسة. رئيس الجمهورية ورئيس تيار الوطن الحر يريدان حكومة ولا يريدان فراغ، هيدا ثابت عندهم وكامل عندهم، ولكن رئيس جمهورية ورئيس تيار الوطن الحر ما حيتنازلوا فيما خص الثوابت، انه وزراءهم هن اللي بيسمون، وانه تشكيل الحكومة منفصل عن اعطاء الثقة في الحكومة، اعطاء الثقة في الحكومة مرتبط ب يعني هلا كمان جوابين الوزاري ولا ما هنالك. طب انا بالوقت المتبقي بدي بس اخذ دقيقتين زياده، بكره في جلسه 13 تشرين جلسه رئاسيه، التيار لن يحضر طبعا في ذكرى مهمه لدى التيار ولدها اللبنانيين عموما، ورئيس نبيه بري يتحدث تعودنا عليه ب 14 ايلول وب 13 تشرين، اي سيناريو الى جلسه بكره في حلقه لافته كمان للمرشح ميشيل معوض؟ بعتقد جلسة بكرة بتطير، يعني بعتقد جلسة بكرة لا نصاب فيها. ايه بعتقد لا نصاب فيها، حدا غير التيار رح يقاطع هذه الجلسة. بعتقد في أفريقيا آخرين، الكتائب اللبنانية رح يقاطعوا الجلسة، ما عندي يعني فضل مفوت لأنه بعد المعلومة مش دقيقة. بعتقد في اتصال بين التيار وبين عدة بين أفريقيا آخرين. القوات لن تقاطع يبدو، ستشارك؟ عن جد ما عندي علم، يعني ما عندي معلومة أبدا، بعرف أنه في اتصالات مشان كتل تانية تنضم للمقاطعة مشان نكون ضامنين 100% تحت حجة 13 تشرين. تحت حجة نعم، يعني كان يعلم رئيس نبيه بري أنه هذا اليوم هو يوم مهم وسيؤدي إلى مقاطعة. هلأ الرئيس بري أرسل يعني أو المحيطين بالرئيس بري أرسلوا كتير توضيحات كيف تم تعيين الجلسة، يعني كان مهتم بأنه يبرر أنه غير مقصودة، يعني هو لا يريد افتعال. هو قال امبارح لجريدة الجمهورية أنه هو بس بالمناسبات الرسمية ما بيعين جلسة. ايه لا بس هو بعد أكثر من هيك، يعني هو بعد فرجة التواريخ اللي عنده كيف صارت الجلسة، إنه بعد بيوم في شيء وقبل بيوم في شيء، يعني كان مهتم بإنه ما نجلس التحدي، يعني هذا أو ايه كان مش عدم احترام هذا اللي عم تحاول تقول، كان مهتم بالحد الأدنى إنه يعني يوصل رسائل
بهذا الخصوص. ماذا عن حركة ميشيل معوض؟ حركة ميشيل معوض، أنا بالنسبة لي ميشيل معوض مرشح ليس بالكاريكاتورية اللي البعض عم يتخيلها على السوشيال ميديا. هو جدي. نعم، اليوم ميشيل معوض هو الشريك بين هول كل الناس الشايفينه، وسمير جعجع عند المخابرات السعودية وليس عند الأمريكي. ميشيل معوض عند الأمريكي 100%، عند الأمريكي وعند ال يعني عند صلب الإدارة الأمريكية إذا بدك، يعني الراسخة اللي بتغير رؤسها هي بتضل سيبتي. فهو اليوم، هو اليوم هنيك، هو اليوم الأمريكي عم بيقول إذا في مرشح لثماني أدار هذه المرة حيكون في مرشح للأمريكي مباشر، وبالتالي تنازلوا أنتوا عن مرشحكم وبتنازل أنا عن مرشحي اللي اسمه ميشيل معوض، تعوا تروح لمرشح توافقي. طيب بالتوافق الأمريكي، يعني مرشح المواجهة عند الأمريكي هو ميشيل معوض، والتوافق إيه جوزيف؟ مرشح التوافق إيه هو جوزيف عون. اللي كتير مؤسف إنه هداك يعني الأمريكي مستنفر وعم يلعب اللعبة صح وعم يعمل الاتصالات، ومثلا علاقة وليد البعريني كانت سيئة بميشيل معوض. بيرح صار في لقاء. طيب اليوم السعودي فات على الخط، وبالتالي في ديناميكية عن ذلك الفريق لإيصال مرشح أو لتعزيز حظوظ المرشح توافق المطروح من عندهم. بالمقابل الفريق الثاني بعد ما عنده ديناميكية أبدا، لا في اتصال حكي جدي وبالعمق. عم تحكي فريق 8 أدار. نعم، يعني ما في بعد حكي جدي بين حزب الله وتيار وطني حر، أو بين حزب الله وحركة أمل، أو بين تيار وطني حر والمردة وكل هذه الأفرقاء. بعد كل هول الأفرقاء ما عم يحكوا بين بعضهم، مع وجوب التأكيد دائما ونهائيا ما بقى الناس يروحوا، خصوصا من بعد مقابلة سليمان فرنجية الأخيرة. إذا كان في أمل واحد يفتح ثغرة بالعلاقة أو بموقف جبران باسيل والتيار الوطني الحر وجمهور التيار الوطني الحر من سليمان فرنجية، من بعد مقابلة سليمان فرنجية الأخيرة كان في حرص من سليمان على إقفال كل الثغر يلي ممكن واحد يفوت منها. يعني واليوم التيار الوطني الحر في كل هذه المعركة مع نبيه بري لا يمكن أنا أستبعد بشكل هائل أنه يقدر التيار يقنع جمهوره برئيس لمحسوب بشكل مباشر على الرئيس نبيه بري اسمه سليمان فرنجية. هذا الشيء لازم بقناعة حزب الله يصير ورانا، نبلش نبحث ديل بلان بي. يعني انتهى موضوع سليمان فرنجية بتعتبر؟ انتهى موضوع سليمان فرنجية ومنتهي موضوع ميشيل معوض. وانا اعتقد يعني لا حظوظ لجوزيف، هو رئيس لا حظوظ لجوزيف عون. لا طبعا اليوم بده يجي، يعني اذا نحن عم نقول في حدا طارحينه السفارة الامريكية، شايف لو الرئيس عون طارحه كان واحد بيقول في مجال واحد يتناقش، بس طارحينه السفارة الامريكية بده يجي حزب الله يقول لك ايه انا اعطيتكم رئيس. هلا بكل الاحوال موضوع الرئيس عون اليوم هنالك من يقول انه اذا ما تشكلت حكومة في طرح انه الرئيس عون يسلم جيش. لا ما في، مش موجود هذا الطرح بأي شكل، لأنه ورينا عنه كتير. لا ما ناخد الناس لأشياء ما ممكن تصير دستوريا. الآفاق أمام الرئيس عون إذا انتهت ولايته ضيقة جدا جدا جدا. فريق القصر شاغل عشي، هذا الشيء سري 100%، ولا حدا من يلي عم يكتب بيعرفه، أنا أكيد ما بعرفه. هذا الشيء لللحظة الأخيرة أكيد ما في تعيين قائد جيش، رئيس حكومة انتقالية أو أي شيء من هذا النوع. بختاما كمان في جولات يلي عم بيقوم فيها الوزير جبران باسيل أو تيار الوطن الحر من أجل طرح ورقة الأولويات الرئاسية. اليوم في معلومات أنه القوات اللبنانية لن تستقبل التيار الوطني الحر من أجل بحث هذه الورقة. ترجع له يعني ليك الرأي العام لما شاف انه اليوم المجتمع المدني عم يلتقي مع كل الناس يلي عملوه، كيف التيار الوطني الحر مثلا استقبل المجتمع المدني رغم كل الهيلة هيلة اللي عملوها. بدها تيجي القوات اللبنانية تقول انا ما بدي اقعد مع التيار الوطني الحر للنقاش في الموضوع الرئاسي. انا برايي بيكون مكسب كتير كبير للتيار. بس انا عم بقول انه معروف شو بده التيار الرئاسي، انه معروف افاقه الرئاسي ونحن لا نتفق معه للتيار هذه. تمام، هذا الشيء على المستوى الشعبي، الناس بيحبوا العالم تحكي مع بعضها. اذا القوات قالت نحن مسكرين بيبنا ما بدنا نحكي، بيكون مكسب للتيار مش خساره. شكرا لك غسان سعود على هذا الحضور، بعرف بعد عندك نهار اليوم حافل باللقاءات التلفزيونيه. شكرا للمشاهدين على المتابعه، الى اللقاء.